عايز ايه يا ابني؟ انت اللي ايه مالك؟ انت كويس؟ واحد طيب بيتعمل عليه شغل من ورا ظهره وخايف يروح في الستين داهية. يا عم شحت عايز كيلو سكر. يوه حل عني يا ابني اعمل معروف. عايز كيلو سكر يا عم شحت. خش خده من جوه. يا عم شحت انت فين يا رشدي؟ في حاجة يا حاج ولا ايه؟ انت ما بعتش حد من طرفك يا رشدي يشيل العفش بتاعك ويحمله في عربية وياخده ويمشي؟ شقتي والعفش. رشدي انت فين يا رشدي؟ انت معايا؟ في مصيبة يا رشدي، في مصيبة. مصيبة ولا حسبته لقيته؟ ايه الحكاية يا عم شحت؟ انا مش فاهم حاجة. بص يا رشدي، شكل جماعتك كده بعتت ناس من طرفها فتحوا الشقة وخدوا العفش كله ونزلوا ومشوا. انت متأكد يا عم شحتة؟ متأكد، انا شايفهم بعيني، حتى في وسطيهم كده كان في واحد شبه اخو مراتك. ما انا مش متأكد قوي، بس هي الظاهر كده من طرفها يعني. رشدي انت معايا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عصام ما بيلعبش معاكم ليه يا ولاد؟ قفل على نفسه باب الاوضه، لا راضي يلعب معاهم ولا حتى ياكل لقمه. تجومه بقى تشوف عمايلها، الواد هيتعقد مننا خالص. وهي كانت تعمل ايه بس يا عمي؟ ما كانتش تقفل اخر باب بينها وبين جوزها. هو اللي قفله في وشها. رمى عليها يمين الطلاق وهو متضايق، تقوم تاني يوم تروح تسحب العفش من الشقه؟ ما هو كل واحده عملت كده في جوزها يعني، مش هنلاقي بيت واحد يوحد الله. خليك انت كده، كل شويه تيجي على بيتك كانها غريبه عنك. انت عايزاني ادافع عن بنتي حتى في الغلط كمان؟ تاني يوم تروح تسحب العفش بتاعها من الشقه؟ لا، وتسحب جوزي كمان معاها في السكه، وكان تربيتي فيهم العمر كله ملهاش اي لازمه. وانت يعني عايز رزقك كان يسيب اخته لوحدها في ظرف زي ده يا عمي؟ ما كانش يعوم على عمها، كان يوعيها ويعقلها. ده اللي عملته ده هو عين العقل، عين الجهل. معلش يا عمي، هدي نفسك. اهدي نفسي ازاي؟ انا فهمك بقى دماغ حماتك، لنرفض ان اللي حصل ده كان حصل معاك انتي، تقومي تاني يوم تروح تاخد العفش من الشقه؟ ها كنت هتقولي لها ايه ساعتها؟ انت هتفول على الواد كمان؟ رد عليا يا وليه زي ما بكلمك. كنت جبتها من شعرها لا مؤاخذه ايه فات. شفتي؟ ما بتدافعش عن الحق، بتدافع عن عيالها حتى لو غلطانين، مش تعقلهم وتربيهم. ما تفضها سيره. جوزك كلمك يا بت؟ لا لسه يا خالتي. طب يا اختي اطلبيه، شوفيهم وصلوا لحد فين. عملتوا ايه؟ كل خير يا ام، ما تقلقيش، فضينا الشقه من كل حاجه وحطيناها في المخزن بتاع الورشه. الحمد لله ان احنا لقينا عيلين ثلاثه كده معرفه يساعدونا في النقل. النهارده اجازه زي ما انت عارفه. عملت له محضر تبديد منقولات زوجيه. الله على الخلفه اللي تفرح. وانا اللي بقول لنفسي اخوها معايا هديها ويعقلها في السكه، جاي لي فاشخ ضبطك وفرحان قوي الهباب اللي انت عملته انت واختك. يابا انا لا فرحان ولا حاجه، كفايه ان النهارده يوم اجازتي واتبهدلت البهدله دي. وبعدين دي حاجة اختي، عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبها له؟ يسلم لسانك يا البمك. يا ساتر، جابكوا القرف كلكوا على اللي يقعد معاكوا. يا ساتر، ده انتوا عيله تقرف. جدع يا بت، سيبك من ابوكي، المهم دلوقتي الحكومه هتدور عليه وتجيبه وتسجنه. ايوه يما، ده انا هبهدله معايا زي ما بهدلني معاها العمر ده كله. ما خلاص بقى، ما نفضها سيره. ما تقومي يما تعملي لنا لقمه ناكلها. هو في ايه؟ حاضر يا البمك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.